اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. فقرتنا دلوقتي عن 3 شباب قرروا يحلموا حلم واحد، وهم ان هم ما يشوفوش ولا واحد جعان، ولا واحد محتاج، ولا واحد جاهل، ولا واحد تعبان في مصر. وبالفعل بداوا في التفكير في مشروع اسمه خيرنا، ابتدى مع مايو 2010. اللي يسمع اسم خيرنا هيعرف انه اسم جمعيه خيريه زي اي جمعيه. لا، هنا الموضوع مختلف. وعن تجربة شخصية، المشروع ده بيعتمد على الويب سايت خيرنا، وبتكتب الساعة واليوم والمكان اللي انت تقدر تساعد فيه، وهم يدلوك انت ممكن تساعد في ايه. هنتكلم اكتر عن الموضوع وتفاصيله. هيكون معانا أميرة مصطفى صلاح، احدى مؤسسات فكرة مشروع خيرنا. صباح الخير يا أميرة. سبعة نور، أميرة، كلميني ببساطة كده، الحكاية عبارة عن إيه؟ نوصلها للناس. طبعا أنتوا تشكروا على مجهودكم وتشكروا على الفكرة، بس برضو وضحيها للناس عشان الناس تفهم، عشان برضو كمان حكاية إيه، بيقول لك الفلوس اللي جاية من بره وبتاع، فأنتوا بعيدوا عن المطب ده. ما عندناش فلوس جايه من بره، ما عندناش فلوس اصلا. احنا موقع تواصل اجتماعي بيربط كل الناس المشتركين في العمل الخيري والتطوعي، يعني بيربط الجمعيات الخيريه مع المؤسسات الحكوميه، مع الشركات، مع المتطوعين، مع المتبرعين على الموقع. انت كمتطوع او متبرع بتخش تقول له انا فاضي يوم السبت ساعتين، وبحب مثلا الحاجات اللي ليها علاقه بالايتام، ومثلا وانا عندي موهبه الرسم مثلا، بتقول له كل الحاجات اللي عنك، وهو بيجيب لك اي اكتيفيتي يكون قريب منك، حاجه تكون موجوده في الويك اند بتاعك، حاجه تكون تشبه السكيل اللي انت حاططها وتقدر تساهم فيها. طب كملي كملي يا ميرا. اوكي تمام. وبعد كده بعد ما بتلاقي الحاجات، ممكن الحاجه اللي بتعجبك بتقول اوكي انا هعمل ده، بيتحط عندك في الجدول بتاعك، ويبعت لك قبليه يعني حاجه تفكرك ان هو بكره مثلا، تقدر تنزل وبعدين ترفع صورك وفيديوهاتك على الموقع برضو. وبعد ما تخلص الاكتيفيتي تقدر تخش تقول مثلا الاكتيفيتي كان كويس، وتحط الفيدباك بتاعك والريفيو بتاعك، تقدر تعزم اصحابك وتروحوا مع بعض. يعني في شويه بقى حاجات زي مواقع التواصل الاجتماعي علشان الموضوع ما يبقاش يعني طريق واحد، يعني هو في تواصل بينك بالموقع على طول الوقت. يعني طيب، بما انه المواقع التواصل الاجتماعي بيبقى فيها عدادات للدخول والخروج، انتوا لغايه دلوقتي عاملين حوالي عدد الزيارات قد ايه؟ والخدمات اللي انتوا قدمتوها في حدود قد ايه؟ تمام. احنا بنحط يعني احنا موجود عندنا اكتر من 200 جمعيه خيريه لحد دلوقتي، طبعا ده عدد قليل لان في مصر في اكتر من حاجه و30 الف جمعيه خيريه، لكن احنا لسه شغالين يعني على الجمعيات. عندنا اكتر من 500 اكتيفيتي تقريبا اتحطوا على خيرنا لحد دلوقتي، وعندنا كمان لغايه دلوقتي حوالي 1000 يوزر موجودين. كل ده كان خيرنا كان نسخه تجريبيه، عشان كده كمان لسه الارقام قليله، لان النسخه التجريبيه دي لسه ما بتبقاش فيها كل الفيتشرز يعني. طيب، خلينا لكن ان شاء نتكلم الله عن التفاصيل بعد ما نروح نشوف مادة عنكم تمام. زي تقرير. هنشوف تقرير عن جمعية خيرنا ونرجع نكمل لقاءنا تاني. لو انت داخل على الموقع ده يبقى انت اكيد عاوز تعمل خير. ثانية واحدة، ما كل الناس عاوزة تعمل خير، بس ساعات بيبقى قدامك حاجات كتيرة مش عارف تختار منها، وساعات ما تلاقيش حاجة خالص. هنا هيجي دور خيرنا.com. هتدخل كل أسبوع تختار عمل الخير المناسب ليك بواحدة من الست طرق دول، ممكن تختار على حسب المكان القريب منك أو أكتر وقت مناسب ليك، وممكن حسب الموهبة اللي عندك أو المجال اللي نفسك تقدم فيه مساعدتك، ممكن على حسب نوع المساعدة، مادية، عينية، مجهود أو من البيت. ولو عندك مؤسسة معينة مفضلة ليك هنعرفك بكل نشاطاتها، وانت كمان ممكن تشارك بمبادرتك. تقدر تقول لأصحابك من فيسبوك وتويتر عليه وتشاركوا مع بعض في الخير. ممكن برضو تاخد صور وفيديوهات من موبايلك وتنشرها على خيرنا، وكمان تشجع أصحابك تتنافسوا في الخير وتاخدوا نقاط وأوسمة. ولو منطقتك محتاجة تطوير أو مساعدة ممكن تحط فكرتك على خيرنا وتطلب من أهل منطقتك يساعدوك. أعمال الخير ملهاش حصر، إملى وقتك باللي يناسبك ويفيد بلدك. وبنرجع مشاهدينا للقائنا مع أميرة مصطفى صلاح، إحدى مؤسسات فكرة مشروع خيرنا. وأميرة، احنا شفنا توضيح يعني لطريقة التعامل عندكم على الموقع. وطبعا من الحاجات الجميله انه بعد 25 يناير انه بقى في مجال للافكار الجيده. انتوا ايه المجالات الرئيسيه اللي الناس تقدر تخدم فيها؟ و
انتوا الطاقه بتاعت مشروعكم قد ايه؟ يعني انت قلتي لي 200 جمعيه و1000 يوزر، حلو 1000 يوزر بس اعتقد انه لسه مش كفايه، فانتوا السكيل عندكم ماشي ازاي؟ تمام. احنا السؤال الاول كان على المجالات اللي موجوده. احنا عندنا اي مجال خيري او تنموي، يعني مشاريع تعليميه، حقوق مراه، حقوق انسان، فقر، جوع، يعني اي حاجه ليها علاقه بالخير يعني او التنميه اديني موجوده. امثله بمعنى انه الناس تفهم احنا بنتكلم في ايه وتفهم انه ده بيمسها، يعني ممكن يبقى هو المشروع ده جنبه في الحي بتاعه. تمام. يعني ناس هتنزل بعد الثوره، الناس كلها بقت تنزل تنظف في الشوارع، ده اكتيفيتي موجود على خيرنا. الناس اللي نازله دلوقتي عشان بيعملوا حملات انتخابيه، انه يخلوا ناس تتشجع عشان يبقى صوتها، تعرف تصوت ازاي في الانتخابات وتعمل ايه، دي حاجه تبقى موجوده على خيرنا. الناس نازله تدهن مدرسه في مصر القديمه، دي حاجه تبقى موجوده على خيرنا. ناس نازله تعلم طلبه في مدرسه مش عارفه ايه، في قريه مش عارفه ايه، ده موجود على خيرنا. جمعيات حقوق المراه اللي بتعمل اكتيفيتيز مثلا في المحافظات وكده عشان توعيه للمراه، ده موجود. حاجات للصحه والحاجات دي كلها موجوده. اي اكتيفيتي بيبقى من يعني هدفه في الاخر انه يحسن حياه الناس او يعلمهم او يوعيهم، ده موجود على خيرنا. فده من ناحيه المجالات. اما من ناحيه عدد اليوزرز، فالمره الثانيه كان الفتره اللي فاتت كلها كانت نسخه تجريبيه، عشان كده ما كانش عدد اليوزر والتفاعل بتاعهم مع الموقع ما كانش اكبر حاجه، مش زي ما احنا متطلعين ان شاء الله يعني. لكن في شهر 12 ان شاء الله، الشهر ده هيكون الاوفيشال الريليز بقى اللي بجد، يعني النسخه اللي مش تجريبيه، فساعتها بقى نقدر ان شاء الله نحكم على عدد المستخدمين ان شاء الله. طب انتوا في حاجات قمتوا بيها لغايه دلوقتي ولا؟ لا، في الاكتيفيتي موجوده من يعني من وهي نسخه تجريبيه، احنا حاطين اكتيفيتيز كتيره جدا وكذا، يعني لسه كان في اكتيفيتي بتاع تعليم اطفال في الصعيد، كانوا بيلموا مصاريف لمدرسه اطفال في الصعيد، لسه خلصان من كام يوم والحمد لله، يعني جمعوا اللي هم عايزينه. يعني الاكتيفيتيز ماشيه وكل حاجه، بس احنا عندنا تطلع انه كل الناس اللي بتستخدمه، يعني احنا متخيلين انه اي حد عايز يعمل عمل خير نفسنا يبقى بعد كده العادي بتاعه ان هو بيخش على خيرنا يعرف الحاجه دي. طيب انا عايز اعرف طاقم العمل في المشروع عدده قد ايه؟ وانتوا بتمولوا ده ازاي؟ بمعنى ان ويب سايت عشان تعمليه بالشكل اللطيف اللي احنا شفناه ده والتوضيحات الظريفه دي، وانه يبقى عندك قاعده بيانات وتقدري تتواصلي ما بين الناس وما بين الاماكن، محتاجه قاعده بيانات كمان للحاجات الخيريه تبع الجمعيات. فانت بتتكلمي عن مشروع برضو مكلف وفي فلوس، تمويلكم عملتوا فيه ايه؟ انتوا دفعتوا من جيوبكم؟ في جمعيات بتساندكم؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ تمام. احنا السنه اللي فاتت كنا بنشتغل في السوشيال ميديا، وقدمنا الفكره في مسابقه كانت عاملاها ياهو نهضه المحروسه في اول 2010، كانوا عاملين مسابقه للمشاريع التنمويه اللي بتحسن في البلد وكده. فقدمنا الفكره في المسابقه في شهر 6، وكسبنا في المسابقه في شهر 11 مع متسابقين تانيين، وكان ده اول فند يدخل خيرنا، ده كان اول فلوس خيرنا تشوفها الحمد لله. يعني جميل. مولوكوا في حدود قد ايه؟ الجائزه كانت حوالي قد ايه؟ كانت حوالي $30,000. فده كان السيد الاولاني، هو طبعا اقل كتير من اللي يقدر يطلع ويب سايت زي ده ببيانات زي دي بكل حاجه، بس الحمد لله. يعني كنا في قبل الثوره ب 10 ايام استقلنا احنا الثلاثه من شغلنا ورحنا عند خيرنا وعملنا المشروع. هو ابتدى بيكم انتوا بالظبط، احنا ثلاثة اشخاص بالظبط، انا واحمد يحيى ومحمد سالم. احنا كنا شغالين مع بعض بقالنا سنتين اصلا يعني، وبعدين قدمنا الاستقاله قبل الثوره ب 10 ايام، بعدين الثوره قامت عملنا خيرنا اول ما الثوره خلصت على طول. وحاليا يعني كده احنا الفلوس بنكمل شويه من الفند، شويه من فلوسنا، شويه من بنحاول نعمل بارتنرشيبس مع جهات كتير، يعني بنحاول نعمل مع جمعيات خيريه وبنحاول نعمل مع اي مؤسسه في مصر. طب هل انتوا ليكوا شكل رسمي بمعنى انه في اشراف من وزاره الشؤون الاجتماعيه التضامن الاجتماعي عليكم ولا ايه؟ بالظبط، احنا دلوقتي محتضنين تحت جمعيه نهضه المحروسه. يعني محتضنين كليا تحت جمعيه نهضه المحروسه. بالظبط، جمعيه خيريه. بالظبط، جمعيه خيريه. بالظبط، جمعيه خيريه وعندها الرقم بتاعها كل حاجه، فاحنا محتضنين كليا تحتيها. واول ما تخلص الفتره بتاعتنا بتاعت يعني المفروض احنا نقعد عندهم لحد ما نخلص البروجكت لغايه مرحله معينه، يعني ساعتها هنطلع بقى نعمل جمعيه خيريه لوحدها، كيان لوحده لخيرنا يعني. طب انتوا هل في يعني الفكره جميله في بدايتها في البذره بتاعتها، لكن ايه التطورات بقى في الفتره اللي جايه؟ يعني انتوا مخططين ايه للفتره اللي جايه بما ان انتوا يعني سبتوا اشغالكم واتفرغتوا بقى للموضوع؟ فانتوا اكيد عاملين خطه تتعاملوا ازاي؟ تمام. احنا عاملين يعني المفروض الفتره اللي جايه بالنسبه لخيرنا انه في موبايل ابلكيشن هتطلع قريب. الموبايل ابلكيشن دي تخليك وانت ماشي في الشارع وعندك ساعه فاضيه ممكن تشغلها وتعرف ايه اللي بيحصل حواليك وتروح تشارك فيه. كمان عندنا تطلعات ان احنا نروح بلاد تانية ان شاء الله برضو قريب، احنا موجودين في المغرب وفي بنجلاديش، هيكون في نسخه لخيرنا في المغرب وفي بنجلاديش، ويعني ان شاء الله بعديها كمان يكون في حتت تانية. والحقيقه ان احنا سيبنا اشغالنا مرميين في خيرنا، بس عندنا حاجه تانية، احنا عاملين شركه تانية بتعمل مواقع تواصل اجتماعي للمجالات المختلفه، فنعتبر خيرنا اول طلعه بس يعني، فان شاء الله في حاجات تانية كمان. طب عندي سؤال، يا انتوا سبتوا شغلكم
وبتعملوا المشروع، انتوا عاملين لنفسكم مرتبات ولا انتوا عاملين؟ لا، ما احنا المشروع ده غير هدف للربح، فاحنا سايبينه على جنب كده. خلنا احنا عملنا شركه تانية برضو، الشركه التانية دي بتاعتنا احنا الثلاثه برضو، بتعمل مواقع تواصل اجتماعي للحاجات للمجالات المختلفه. يعني مثلا ممكن يكون في موقع تواصل اجتماعي لمجال التعليم، ممكن يكون في موقع تواصل اجتماعي لمجال الصحه. فالشركه دي بقى هي اللي بتاكلنا عيش يعني. طب جميل. كلميني عن دوركم في حمله جمع التبرعات لمعهد الاورام في الشرقيه، واعتقد ده حاجه من الحاجات المهمه بما ان احنا النظام اللي فات يعني دمرنا سفلتنا يعني بالبلدي كده، انه بقت صحتنا في النازل، وفي اورام سرطانيه وفي مشاكل كتير عند ناس كثيرين من البسطاء يمكن ما يقدروش على تحمل نفقاتها. فكلميني عن التجربه دي وقد ايه ادت اثر في الشرقيه. هو عامه التجربه بتاعت معهد اورام بالذات مميزه جدا، لانه لغايه فتره قريبه جدا ما كانش في غير معهد اورام واحد بس الموجود في القاهره، والناس بتجيله من اخر المحافظات، والناس اساسا امكانياتها الماديه ما بتستحملش انهم يسافروا من المحافظات ويجوا يقعدوا هنا في القاهره، وكمان كانوا بيجوا يقعدوا هنا في مراكز الضيافه والحاجات دي اللي هي اصلا غير مؤهله للمرضى بشكل كبير. فطبعا كان الوضع مأساوي تماما. فاحنا تحمسنا جدا لفكره انه في حد بيعمل معهد اورام في الشرقيه، لانه يا ريت يكون في مكان زي ده في كل محافظه، بدل ما الناس تروح من المحافظات تيجي لغايه القاهره يعني. فحطيناه على خانة وتواصلنا مع اصحاب المشروع يعني، ويعني عملنا اللي نقدر عليه، وده هو اللي بنعمله في كل حاجه عامه. احنا بنحط الاكتيفيتي ونحاول نكلم اصحابه، والفكره على خيرنا انه انت مش بتحط كونتنت عادي، مش بتحط محتوى عادي، مش بتحط مثلا احنا عايزين فلوس وبس، لان ده مش هيجيب. بنبقى محتاجين نكتب الكلام بطريقه مختلفه، ونوصله للناس بطريقه مختلفه، ونتاكد انه الناس بيتفاعلوا. لو لقينا الناس ما بتتفاعلش نرجع نكلم اصحاب المشروع تاني. كلميني عن دوركم بقى في يعني في مركز الاورام في الشرقيه، عملتوا ايه وايه انواع المساعدات اللي انتوا قدمتوها؟ كلميني شويه بالتفصيل عن النقطه، علشان اكيد في شباب كتير جدا قاعدين بيتفرجوا علينا ونفسهم يساعدوا ومش عارفين يروحوا فين ولا يعملوا ايه، او ايه ممكن تبقى طبيعه المساعده اللي هم ممكن يقدموها. تمام، احنا دورنا بينتهي عند ان احنا نوصل الناس ببعض. يعني احنا بنروح للجمعيه الخيريه او اصحاب المشروع نقول لهم انتوا عايزين المشروع ده، ناخده بنصيغه بطريقه مختلفه شويه ونحطه على خيرنا ونوصل الناس بيه. نقدر بقى نعمل له ماركتنج على السوشيال شانلز بتاعتنا، ونحط له اعلانات ونوصل الناس بيه ونحشد له ناس. دورنا بينتهي عند الحته دي، بس احنا مش بنقف عند الحته دي قوي. احنا بنحاول كمان ننزل شويه للحته بتاعه الارض، يعني نكلم اصحاب المشروع ونتواصل معاهم ونتاكد ان الدنيا سليمه، وده ما بيحصلش في حتت كتير. يعني احنا المفروض دورنا الاساسي بينتهي عند ان احنا نوصل الناس على الانترنت. اما بالنسبه لانه المستخدم عايز يعمل حاجه مش عارف يعمل ايه، كل المطلوب منه انه يدخل ويقول لخيرنا هو عايز ايه، بس كده. يعني اسهل حاجه في الدنيا ان الواحد يقول هو عايز ايه بدل ما يقعد يدور. طب الناس اللي انتوا وصلتوهم بس من مركز الاورام في الشرقيه عملوا ايه او ايه؟ بيتبرعوا يعني. المركز مثلا كان يعني عايز، عشان الناس برضه تبقى متصوره انه مش الكلام عام، يبقوا برضه ايه في امثله انه المركز كان عايز تبرعات ماديه، وكان عايز تبرعات بادويه قديمه، وكان عايز تبرعات بمجهود الناس توصل حاجات، والمتطوعين جم عملوا المجهود ده تماما. الحاجات عندنا على فكره بتبتدي من اول تبرعات بفلوس لحد حاجه ممكن تعملها في ساعه في البيت، او لحد انك مثلا يعني في ناس بتطلب انه عايزين بس يجيبوا جمعيه خيريه جديده، فعايزه تجيب ناس تلايك الصفحه بتاعتها على الفيسبوك. فده اكتر حاجه ممكن متطوع يعملها، يخش يعمل لايك هو كده عمل حاجه. فالمجهود عندنا يعني لو هي للتوضيح بيبتدي من اول انك تتبرع بفلوس، لحد انك تعمل حاجه في البيت، لحد انك تنزل تدهن مدرسه مع الناس، لحد انك ممكن تلايك صفحه على الفيسبوك، لحد انك ممكن تروح توصل حد في طريقك لحته معينه، توصل مكفوف مثلا لجامعته، او توصل حد عنده اعاقه معينه لجامعته. يعني المجهود مختلف كتير يعني الاوجه كتير.